بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم. مطالعہ کرنے لگے، سبق دہرانے لگے، سبق پڑھنے لگے، تو آپ حافظے کی دعائیں ضرور پڑھ لیا کریں. ایک دعا تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی، اللہم افتح لنا بحکمتک، اللہم افتح لنا بحکمتک، اللهم افتح لنا بحكمتك، اللهم افتح لنا بحكمتك، وانصر علينا برحمتك، وانصر علينا برحمتك، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، رب اشرح لي، رب اشرح لي صدري، ويسر لي، ويسر لي أمري، احلل عقدة من لساني يفقه قولي، ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما، اللهم نبر قلبي، نبر قلبي، اللهم اللهم نفر قلبي، نفر قلبي، وأطلق لساني، وأطلق لساني، وزد قوة سمعي، سمعي، وبصري، وبصري، وحفظي، واجعلني، واجعلني فوق، فوق كثير، كثير من الخلق، من الخلق. اللهم اللهم نور قلبي، نور قلبي، وأطلق لساني، وأطلق لساني، وزد قوة، وزد قوة سمعي، وبصري، وبصري، وحفظي، واجعلني، واجعلني فوق كثير من الخلق. اللهم اللهم نور قلبي، نور قلبي، وأطلق لساني، وأطلق لساني، وزد قوة سمعي، سمعي، وبصري، وبصري، وحفظي، واجعلني، واجعلني فوق كثير، كثير من الخلق. من الخلق. یہ دعا آپ کو یاد ہونی چاہیے، دوبارہ بار بار میں اس کے لیے لہرا رہا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ دعا جب بھی کوئی بیان بھی کرنا ہو، کوئی بھی، آپ یہ دعا پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائیں گے اور مطالعے کی عادت بنائیں. مطالعہ، مطالعہ، جو بندہ مطالعہ کا عادی ہے نا، انشاءاللہ